هذا معبر حدودي كان خاصو يتحل كان خاصو يبقى محلول. هذه من الحريات الأساسية ديال المرور وديال التجارة. ما عندكش الحق تشد واحد الممر. ما كنشوفش انا ميليشيات ما عرف واش اجراميه ولا ماشي ارهابيه. على الاقل اجراميه يجيو بالسلاح يمنعوا المواطنين عزال يمروا من واحد المعبر حدودي. انت ما عرفت كيفاش العالم ما وبخش الجزائر اللي اثروا مسلحه هاد الميليشيات الاجراميه. مع على كل حال دابا الامور جات الى طبيعتها، والطبيعه هو ان الممر يبقى محلول والسلعه تدخل وتخرج، الناس تمشي تدخل وتخرج تشوف اهلها وناسها وتجار ودير الحركه التجاريه وتعيش. بالنسبه لي شيء طبيعي، ما وقع والو. كان وقع واحد الوقيته ولكني هاد السنين اللي المغرب ضبط فيه الاعصاب ديالو وضبط نفسه امام الاستفزازات ديال الجزائريين عن طريق البوليزاريو، بين ان المغرب واعي في مستوى عالي دبلوماسي، ما كيتسرعش في استعمال العنف، كيحاول يعطين الوقت وقته. ولكن على كل حال واذا المنتظم الدولي ما يقومش بالواجب ديالو، المغرب خصو يحمي الحريات الاساسيه. انا هكا كنشوف الامور. فبالنسبه لي هذا الملف التطوع، دابا النضال كيبقى نضال فيما يخص الاعتراف بالمشروعيه بالسياده ديال المغرب على الاراضي ديالو باش ننطلقوا نبنوا المستقبل ديالنا، ما نبقاوش في صراعات. انا هكا كنشوف الامور. هذه قضيه تجوزات، نتمنوا ان هذه الميليشيات الاجراميه تفهم راسها بانه العقاب غادي يمكن يكون شديد. ما عرفت على كل حال النصيحه اللي نقدر ندي للمغرب، نقول للمغرب الرسمي والغير رسمي ان المره المقبله ودا ميليشيات اجراميه شدوا المعبر كخصهم يعتقلوهم ويحاكموهم، يديهم المحكمه الجنائيه في العيون ويتحاكموا كما ينبغي، لان هذا استعمال سلاح ضد مدني اعزال هذه اكبر جريمه التي لا تغتفر من منظور الحقوقي ومنظور القانون الجنائي الدولي. هذا رايي يعني بالنسبه لي في مخي هاد القضية طويتها ونسيتها هذا الماضي. بقات انه كيفاش غنديروا مع الجزائر، واذا الجزائر استمرت في تأطير وتسليح وتدريب الميليشيات. كانوا غادي كان من الهدف السياسة الخارجية ديال الجزائر هو زرع عدم الاستقرار والفوضى في المنطقة، خص يجعلوا بنادم حد ناد السياسة الفاشلة، لأنه إجرامية ماشي فاشلة، هذه جرائم يعاقب عليها كتعاقب عليها الحكومة أمام المحكمة الجنائية الدولية. ما يمكنلك تكرفس على مدنيين أولا، وثانيا ما يمكنلك تسد حدود ما بين جوج ديال الدول، تجيب واحد المجموعه ديال المسلحين ويشدوها. شي هذا اختصاص المحكمه الجنائيه الدوليه، وما كنعرفوش شكون اللي وراء هذه المجموعه المسلحه. فبالتالي النصيحه اللي نعطي للمغرب هو انه يعتقل المره هذه، واذا تكررت خص يتعتقل ديك الناس كلهم ويتحاكموا ويخذوا التصريحات ديالهم، والتصريحات ديالهم الشهادات ديالهم بان اثروا مسلحهم وجاي من الجزائر كافيه لمتابعه الجزائر امام المحكمه الجنائيه الدوليه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.